راديو الأهرام يقدم سكة سفر مع هاني عمارة. أهلا ومرحبا بكم على راديو الأهرام وحلقة جديدة من برنامج سكة سفر، ونبدأها بالعناوين. بدء العمل في مسار ومحطات قطار السلام العاشر العاصمة الإدارية. بريسك بيزنس يفوز بعرض تقييم شركات القابضة للنقل واستثناء شركات الحاويات. وفد من بورسعيد للحاويات في ضيافة معهد المواني وسليمان يستعرض الإمكانات. تكريم مميش في احتفال بالمنظمة البحرية الدولية. الصالون البحري والمصرية للدراسات التاريخية يعقدان مؤتمرا حول مرور 150 عاما على إنشاء قناة السويس. رغم اعتذار وزيري النقل وقطاع الأعمال، التوقيع على اتفاق يعطي دمياط لتداول حاويات راصفين في ميناء دمياط. هذه كانت العناوين، وإليكم التفاصيل. قبل ساعات عقد كل من المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والنقل كامل الوزير اجتماعا موسعا لمتابعة مشروع القطار المكهرب الذي يربط بين مدينة السلام والعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى المونوريل الذي يربط بين القاهرة انطلاقا من الخط الثالث بمترو الأنفاق في محطة استاد القاهرة إلى العاصمة الإدارية، والخط الثاني بمحطة جامعة القاهرة إلى مدينة السادس من أكتوبر. كشفت المناقشات بين الجانبين عن بدء العمل في تجهيز المسار والمحطات للقطار المكهرب وجسات واختبارات التربة والتصميمات الخاصة بالمونوريل. قالت مصادرنا أن المكتب الاستشاري بريسك بيزنس قد فاز بالعرض الذي أعلنت عنه قبل عدة أشهر الشركة القابضة للنقل البري والبحري لإعادة هيكلة الشركات التابعة لها، خاصة في قطاعات نقل الركاب والبضائع والتجارة الخارجية، وقد تم استبعاد شركات تداول الحاويات من هذا العرض. وتشير المعلومات أن المكتب الاستشاري سينتهي من إعادة التقييم ووضع التوصيات حول هيكلة هذه الشركات خلال 4 أشهر، ويتم التسليم النهائي للتقرير في مارس المقبل. قام وفد من شركة بورسعيد لتداول الحاويات برئاسة اللواء محمد الحسيني رئيس الشركة بزيارة لمعهد تدريب الموانئ بالأسكندرية، وقدم الوفد الشناوي ميهوب رئيس القطاع الهندسي، ومحمد زكريا مدير التنظيم والإدارة، وأحمد لطفي المسؤول عن تداول الحاويات، ومحمد أبو العطا مدير الصيانة. الدكتور أكرم سليمان عميد المعهد قال أن الوفد قام بجولة استعرض خلالها الإمكانات والقدرات المتوفرة لدى المعهد لتدريب وتأهيل الكوادر في كافة التخصصات الملاحية والبحرية طبقا للمستويات العالمية. قالت مصادرنا أنه سيتم تكريم الفريق مهاب مميش الرئيس السابق لهيئتي قناة السويس والمنطقة الاقتصادية من جانب رئيس المنظمة البحرية العالمية في لندن، وذلك لدوره على مدار سنوات توليه المسؤولية في قطاع الملاحة. تعقد الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بالتعاون مع الصالون البحري مؤتمرا اليوم وغدا في مقر الجمعية بمدينة نصر. هذا الاجتماع أو هذا المؤتمر يأتي بمناسبة مرور 150 عاما على إنشاء قناة السويس، ويشهد المؤتمر عدة جلسات يشارك فيها عدد كبير من رموز الملاحة والنقل البحري، في مقدمتهم اللواء محمود متولي رئيس الصالون البحري، والدكتور محمد علي إبراهيم مستشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وفايز خطاب ومحمد الصدر واللواء ممدوح الإمام.
بعد اعتذار وزيري النقل وقطاع الأعمال يشهد ميناء دمياط اليوم توقيعا لإجراء توسعات لحاويات دمياط، حيث ستحصل على رصيفي بموجب هذا التوقيع لرصيفي 5 و6، وهو ما يضيف لها 400 متر زيادة إلى الطاقة الحالية لمواجهة الزيادة في مستقبل التداول الذي حدث في العام الماضي. يقوم بالتوقيع اللواءان وليد عوض رئيس الميناء وعلى إبراهيم رئيس حاويات دمياط. كانت هذه هي تفاصيل الفقرة الإخبارية، وننتقل إلى الفقرة الحوارية، وهي مع أحد خبراء الرصف والتكنولوجيا الجديدة التي تحقق مزيدا من الجودة في رصف الطرق وصيانتها، بالإضافة إلى انخفاض أو خفض التكلفة. الملاحظ أن هناك تطورا كبيرا في مجال إنشاء الطرق والرصف وأيضا عمليات الصيانة، وهناك مواد حديثة توفر التكلفة وتوفر أيضا الوقت وتساهم أيضا في زيادة الجودة. إحدى الشركات التي تقدم هذه المنتجات هي الشروق للكيماويات، ويسعدنا أن نلتقي مع نائب رئيس الشركة المهندس حسن شكري. برحب بك يا باشمهندس. أهلا وسهلا فندم. ياريت تلقي الضوء على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الرصف. هو دلوقتي طبعا حتى أنا النهاردة في طفرة كبيرة جدا في مجال إنشاء الرصف والطرق وإمداد الطرق للمدن والقرى كثيرة في مصر. بيعتمد معظم شغلنا على صيانة الطرق دي، لأن طبعا النهاردة تكاليف إنشاء الطرق من أول وجديد بتبقى تكاليف عالية جدا، وبالتالي لازم إن إحنا لازم يكون في خطة دايما، خطة وقائية للصيانة عشان الطرق دي تفضل تستمر على المستوى بتاعها وعلى الكفاءة بتاعتها. فإحنا الشركة عندنا بتقدم حلول كتيرة جدا في مجال صيانة الطرق. مشاكل الطرق كتيرة جدا في العموم بتبقى نتيجة طبعا الاستخدام، الوقت، الأحمال الزيادة، درجات الحرارة، كل دي حاجات متوقعة جدا في أي طريق في العالم. النهاردة الشركة عندنا يعني بنقدم حلول لصيانة الطرق بجميع مشاكلها سواء كان توريد أو توريد وتنفيذ. خلينا نوضح أكتر للي بيسمعنا عن طبيعة هذه المكونات، عن تفاصيلها، ازاي التكنولوجيا دي فعلا لو هو ماشي في هذا الطريق يتعرف عليها او تكون فعلا بتمثله طفرة في مسألة صيانة الطرق. هو احنا مبدئيا الحمد لله احنا المنتج بتاعنا مصري 100% بتكنولوجيا اوروبي. احنا من 2007 شغالين على الابحاث وبنشوف اكتريه المشاكل اللي موجوده او معظم المشاكل الموجوده في الاسفلت او في الطرق في مصر، وابتدينا نحصرها ونشوف ايه المواد اللي نقدر نصنعها هنا في مصر بمواد محلي. فالحمد لله توصلنا لمجموعه او حلول كتيره جدا تغطي نقدر نقول 90% من مشاكل الطرق. بنصنعها هنا تصنيع 100% مصري بايدي عامله مصريه. الفكرة كلها احنا النهاردة الصيانة دي بتعود على المواطن بشكل كبير جدا. اولا بتقلل زمن الرحلة، لو في النهاردة عندي مشكلة في طريق، حفرة مثلا، قطع في الاسفلت، الكلام ده كله لو انا ما بعملوش صيانة اول باول هتلاقي دايما في تعطيل في المرور، العربيات بتوقف عشان تعدي الحفرة دي. ده غير طبعا انها ممكن تأثر على المركبات، المساعدين، العجل، الكلام ده كله. ولكن لما انا بعمل صيانة للطريق، لجسم الطريق، سواء كانت شروخ زي ما بنقول، حفر، الكلام ده كله، بقدر ساعتها ان انا بخلي فيه انسيابية في الطريق وما يبقاش فيه اي مشكلة، والطريق يفضل دايما متصين، وده بيرفع من كفاءة الطرق وشبكتها. طب ايه ابرز المشروعات اللي انتوا يعني بيتم تنفيذها حاليا بهذه التكنولوجيا، يعني مع سواء مع قطاع الطرق او قطاعات اخرى في مصر؟ يعني الحمد لله احنا اتممنا مشروعات بفضل الله، مشروعات حيوية كبيرة
اشتغلنا في مطار القاهرة، اشتغلنا في مطار غرب، اشتغلنا في مطار قاعدة الأتومية اللي هي على طريق السويس، اشتغلنا في طريق سويس العين السخنة الحمد لله، طريق سعيد الحر، هاي طرق كباري دائما هي شريك معانا في النجاح، لان بتستخدم كثيرا من المنتجات بتاعتنا، الشركه المصريه للصيانه الذاتيه، الشركه المصريه للمطارات، كل دي شركات الحمد لله احنا عاملين معاهم يعني الحمد لله شغل كبير جدا في مجال توريد المواد وتنفيذها. وحاليا شغالين في قاعده برنيس، هي قاعده استراتيجيه بنعمل لها صيانة لبعض الطرق الداخلية والممرات والممرات المساعدة. طيب هل انتوا يعني بتكتفوا بالعمل في السوق المحلية فقط، ولا انتوا يعني عينيكوا ايضا على تصدير هذه المنتجات وتصدير هذه الخدمات الى دول الاقليم؟ يعني احنا الحمد لله دايما عينينا بره على بره زي جوه، بفضل الله من أول السنة دي بدأنا نفتح أسواق في ليبيا، في السعودية، في السودان، حاطين في خطتنا أفريقيا بشكل عام، غانا إن شاء الله، رواندا، كل دي بلاد احنا حاطين عينينا عليها، وأوريدي ابتدينا خطة تسويقية عشان تغطي الأماكن دي. بس اللي حاليا الحمد لله بالنسبة لنا يعني قطاع مهم ليبيا الحمد لله بنشتغل معاهم، السعودية كذلك والسودان. لكن يعني هل التكنولوجيا لتطوير المكونات الرصف هل توقفت عند هذا الحد، ولا في افاق جديدة؟ يعني مش فقط عملية الصيانة او الرصف، ولكن في سرعة انجاز المشروعات، يعني في ماكينات جديدة، في تكنولوجيا جديدة ممكن تعمل او ترصف 2 كيلو في اليوم او اكتر، يعني هل اين انتم من هذه التكنولوجيا الجديده؟ هو طبعا مجال الرصف ده مجال كبير جدا وواسع جدا، ودائما في تطوير فيه، بنحاول على قدر المستطاع ان احنا نواكب هذه التكنولوجيا. الحمد لله دائما عندنا زيارات لمعارض ومؤتمرات خارج مصر، دي بتدينا خبرة باللي بيحصل بره وايه التكنولوجيا الجديدة اللي بتيجي. في بعض الحاجات ينفع انها تتطبق في مصر، وفي حاجات ما ينفعش لاختلاف المناخ والجوي، ففي بعض الحاجات تقدر ان انت تشتغل بيها بره ما تقدرش تشتغل بيها هنا، والعكس صحيح. بالنسبة للتكنولوجيا دي وازاي بتأثر على انجاز المشروعات، طبعا في النهاردة بنتكلم على سبيل المثال وليس الحصر، في مكان لإعادة تدوير الاسفلت، ده بينجز في الوقت جدا، دي بتبقى مكنة كبيرة بيبقى في طريق فيه مشكلة بتشتغل كمقشطة اللي هي بتقشط الاسفلت من قدام اللي هو متهالك، وبتعيد تصنيعه في المكنة ذات نفسها، وبترجع تفرده في نفس المرحلة. أثناء بقى المراحل دي كلها في مواد إضافات بتتحط، الحمد لله احنا لينا السبق في تصنيعها هنا في مصر، احنا ما عندناش المكنة، نحن ليس مقاولون، احنا فقط مصنعون ومنتجون المواد. طيب عندي سؤالين اخرين، هل يعني ياريت تقول لنا هل انتم الوحيدين اللي بتنتجوا دي، ولا لكم منافسين في السوق المحلية؟ وايضا قول لنا على احدث تكنولوجيا في العالم لعمليات الرصف وعادة التدوير. يعني النهاردة بالنسبة للإنتاج يعني الحمد لله كمجموعة منتجات، يعني الحمد لله احنا يمكن الشركة تنفرد بأنها عندها كل الحلول او معظم الحلول، مش عايز اقول كل طبعا، معظم الحلول للصيانة كمواد. في عندنا منافس 2، ولكن ممكن حد بينتج مادة تاني بينتج مادة، لكن الحمد لله احنا عندنا الحلول المتكاملة لصيانة الطرق كتصنيع. بالنسبة للتكنولوجيا الجديدة، في طبعا احنا النهاردة بنتكلم على حاجة اسمها سلوري سيل، دي طبقة اسفلتية لا تزيد عن 1 سنتي، بتبقى عبارة عن ركام او سن
ومادة رابطة، ودي هي اللي احنا بنصنعها في المصانع عندنا. الهدف من الطريقة دي في الصيانة هي سرعة الإنجاز، نتكلم في فوق الاتنين كيلو كمان يقدروا يخلصوا في اليوم. صيانة سريعة صديقة للبيئة جدا، انت مش محتاج تسخين ولا اي حاجة، فقط لو عندك طريق فيه مشكلة سواء كانت خشونة سواء كان فيه شروخ ومحتاج تعمله صيانة بمكان معين، مكان اللي هو بتاع سليري سيل، هي التكنولوجيا بنتكلم عليها دي، بنقدر ان احنا ننفذها على طول بسرعة. في حاجة تانية برضو، النهاردة مصر داخلة على تكنولوجيا معلومات والالياف البصرية الفايبر اوبتكس للشبكات، فاحنا عندنا الحمد لله دي بقى دي المكنة دي عندنا دي، احنا بنقطع الاسفلت بس بدلا ما تعمل حفرة كبيرة جدا وفي الاخر تنزل فيها ماسورة صغيرة على مقاس الكابل، اسمه مايكرو ترنشنج، بتقدر ان انت تقطع حتى لغاية عرض 6 سنتي دوبك هتسقط الكابل. ده هيفيد في ايه؟ يفيد في ان انت ممكن تحفر العربيات حتى ممكن تمشي عليه لغاية لما يتم وضع الكابل بشكل ممتاز او نهائي ويتم اختباره، وبعد كده برضو باحد المنتجات بتاعتنا اللي هي الشوميكس. ده اللي عمق قد ايه؟ ممكن لغاية 20 سنتي ممكن اكتر من كده كمان، ممكن في مكان ممكن يوصل لغاية 40 كمان 40 سنتي. بس هي الفكرة كلها بقى ازاي تعيد الشيء ده اصله، هو ده الحمد لله برضو دي بقى اللي بننفرد بيها فعلا في الشركة عندنا. الخلطة الاسفلتية على البارد الشوميكس دي على طول انت هي خلطة اسفلتية على البارد سابقة التجهيز، معبقة في شكاير على طول بعد ما المشروع يخلص او بعد ما الحفر يخلص او بعد ما يتم الانجاز من المهمة المطلوبة من الحفر، بتبتدي ان انت تعيد الشيء لاصله باقل تكاليف باقل عمالة بصفر هوالك، لان انت في الاخر على قد الشكارة هتملى الحفرة، مش محتاج ان انت تهدر مواد اخرى. يعني في نهاية هذا اللقاء بنشكر خبير تكنولوجيا الرصد المهندس حسن شكر، نشكرك يا فندم. بشكر حضرتك ونورتنا، وان شاء الله دايما كده يبقى في يعني تكنولوجيا جديده في مصر بندخلها جميعا ونرتقي بالطرق وشبكات الطرق في مصر. شكرا. سكة سفر مع هاني عماره.